بارك الله ما شاء الله تبارك الله اللهم يبارك. بارك الله ما شاء الله على هذه الفاتحة. بارك الله ما شاء الله تبارك الله. اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم جميعا، مرحبا بكم. كيف ما تشوفوا معايا لبس العيد، حولي العيد مباشرة هنايا ديال واحد المحل ديال واحد الأخ رحب بيا باش نصور هنايا بشارع حي البيان قرب دراع الثانية. كيتواجد هذا المحل وكل عيد كل عام كيكونوا هنايا الحوالة، فجيت هذه المرة جيت نصور عنده هذا الفيديو، فيديو جديد ينال إعجابكم إن شاء الله. غنشارك معاكم هذه الأجواء وهذا تبارك الله هذه الحوالة اللي كاينين هنايا ما شاء الله كما كتشوفوا. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. إذا كنتي جديد أول مرة كتشوفنا مرحبا بك، أهلا وسهلا. ناس متابعين تحياتي لكم كاملين فين ما كنتم، الله يعطيكم الدعم ديالكم، شكرا لكم. إذا كنتي جديد أول مرة كتشوفنا مرحبا بك، ما تنساوش معاكم أبوني شرطة تعرف جميلة أرضا وليس أمرا، أبوني فعلوا جرس باش يوصلكم كل جديد. تحياتي لكم كاملين، أهلا وسهلا، لا تنسونا من دعمكم الكريم. مرحبا، أنا بعدا راه نخاف منهم لاي بالي يجي عندي كلها. مرحبا بكم، غنهديكم واحد مشاهدة جميلة من هنا. بارك الله. بارك الله كاينين باش ما زوينين، انا راني خايف منهم جو عندي نهرب. زيدي اختي شحال هذا الخير هذا؟ هذا شحال؟ 72 هذا، بارك الله ما شاء الله تبارك الله 72. وهذا تبارك الله هذا 94. شحال كاع هنايا الثمن كبير كاع 5000 درهم. هنا كاين الأضحية 5000 درهم، حاولي تبارك الله هنا كيدير 5000 درهم. وكاين أنا نخاف منهم بعدا رأيتهم جايين عندي نهرب، مالهم كنخاف شحال هنا. تبارك الله على هذا الخير تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. شحال هنا؟ زوينة حوالة زوينين هنايا، كاين الأضحية هنا من حتى 5000 درهم، هنا كاين الثمن وتحت 5000 درهم وتحت. تبارك الله ما شاء الله. شوفي تبارك الله شوفوا شوية هنا هذا شحال درتي ياسر؟ 72 هذا 72 كتشوفوا معايا تبارك الله هي الأضحية حوالا كتشوفوا. قال لي يا سيد مول المحل أن الغالي هنا كيدير 5000 درهم تبارك الله، وحوالا زوينين تبارك الله، كاين المليح كاين المليح تبارك الله اللهم بارك. ما شاء الله تبارك
نتمنى تكون كتنال اعجابكم هذه الجوله اللي كنعمل معاكم من وسط هذا المحل هنايا في شارع حي البيار. كيتواجد هذا المحل هنايا ديال هذا الكساب كيبيع الحواله. دخلت عنده نعمل نشوف، فحبيت نهديكم هذه المفاجاه، هذه المشاهده الزوينه. تبارك الله، يعني كاينين هنا كاين المليح وكاينين حواله زوينين تبارك الله ما شاء الله. هنا كنتواجدوا بشارع حي البيار، هذا المحل راه كيتواجد بشارع حي البيار قرب حي درع الثانية. مرحبا بكم جميعا، اللي بغى يجي هنا ياخذ المليح مرحبا به. كما كتشوفوا قال لي يا صاحب المحل ان الثمن الغالي تاع الكبش هنا 5000 درهم، الغالي هنا 5000 درهم تبارك الله. كياكل مسكين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله. بارك الله ما شاء الله بارك الله زوين. انا كنخاف منهم. الوقت عبير الحمد جولة خفيفة ظريفة مباشرة من هذا المحل اللي فيه الحوالة في شارع حي البيار بقرب حي درع الثانية. كنا إعجابكم وتحياتي لكم جميعا وعيدكم مبارك سعيد مسبقا. أهلا وسهلا بالجميع، تحياتي لكم ونورتونا مرحبا فضلا وليس أمرا. شكرا لكم، الله يسهل على الجميع وعيد مبارك سعيد. الوليدات لا ما كنصورش الناس، طلعوا لي ما كنصورش الناس. لا شد على الحوالة هانت، الله ما بارك ما شاء الله. زيد بلاد هذا عبد الحريض عبد الحريض تعطيني زمان عبد الشريف اللي في البيت ويعطينا